ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله 2-1، النتيجه اللي انا متوقعها. بس هو الماتش مش هيكون سهل، خاصه بعد لقائنا الاخير معاهم، واحنا خدنا منهم ماتش ببطوله كامل. فانا متوقع الماتش مش هيكون سهل، وهم هيكونوا مستعدين كويس قوي ان شاء الله. محمد شريف باذن الله وقفشه ان شاء الله. انا اتوقع ان الاهلي ان شاء الله هو اللي يكسب، لما كم دي باذن الله يبقى المكسب يبقى اعلى ان شاء الله. ان شاء الله 3 محمد شريف، محمد شريف وعمر السلية، محمد شريف 2 وعمر السلية 1 ان شاء الله. اكيد الاهلي طبعا هو اللي هيفوز، والسلية اعتقد السلية وقفشه هم اللي هيجيبوا الاجوان ان شاء الله. يبقى 2-0 الاهلي، وان شاء الله الاهلي يغلب 2-0 باذن الله رب العالمين. يعني ممكن شريف يجيب جون، وممكن السلية قفشه بقى، دي حاجه بتاعت ربنا. بس ان شاء الله الاهلي يكسب بكره باذن الله. ان شاء الله الاهلي باذن الله حظه حلو جدا في افريقيا، وموسيماني مدرب محظوظ جدا وذكي جدا، وبيتعامل مع الماتشات الكبيره بشكل عقلاني كويس جدا. واتوقع ان الاهلي يكسب 2-0، اللي هيحرز اهداف ان شاء الله احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه. هو ان شاء الله باذن الله اتوقع الماتش هيخلص 2-1، اللي يجيب الاجوان ان شاء الله باذن الله مجدي قفشه ومحمد شريف. والله هو ممكن كلنا ثقه يعني في الفريق، وكلنا ثقه ان موسيماني في الماتشات الكبيره يعني بيقدر ان هو يخلص حاجات زي كده. اي نعم بنبقى داخلين قلقانين وبنبقى داخلين متوترين شويه، بس هو دايما بيبقى عند حسن ظننا يعني في الماتشات اللي هي معقده زي دي. وان شاء الله طالما الماتش يعني هنا ان شاء الله باذن الله يخلص فرق 2 يعني 2-0، واهم حاجه يعني الكلين شيت وكده. وان شاء الله قفشه ومحمد شريف ممكن هم اللي يخلصوا الدنيا يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله بكره 2-0 الاهلي ان شاء الله باذن الله، ولا سجل اجوان ان شاء الله قفشه وعمرو سليم ان شاء الله باذن الله. الاهلي هيفوز 1-0 محمد مجدي قفشه.